حياكم الله مشاهدينا، عدنا إليكم من جديد. وبالتأكيد كل مسلم ومسلمة يكون أو يكونون حريصين جدا على معرفة الأحكام الشرعية حتى يقوموا بأداء العبادات، الفرائض، الطاعات كلها على أكمل وجه، ويبتغون مرضاة الله عز وجل. فيسألون عن العديد من المسائل الشرعية خاصة في شهر رمضان المبارك، وخاصة السيدات بيكونوا دائما يعني في مسائل معينة بيحبوا يسألوا عنها، ويسألوا أهل الفقه والاختصاص والفتوى حتى ياخذوا الحكم الشرعي الصحيح. أكيد مشاهدينا في عدة مسائل كانت النية أو كنا مرتبين نعرضها على ضيفتنا الدكتورة سناء أبو فارس، لكن في ظل ما يحدث في المسجد الأقصى في القدس في فلسطين من اعتداءات وتنكيل بأهلنا هناك وإخراج المعتكفين من المصليات والاعتداء عليهم واعتقالهم، أكيد هذا يفرض نفسه على كل حواراتنا سواء كنا على الشاشة أو في بيوتنا أو في مساجدنا. فبالتالي سنعطي المساحة الأوسع لهذا الموضوع في عدة أسئلة و يعني مسائل ممكن إنها الدكتورة اليوم تفيدنا فيها. فاسمحونا نرحب بضيفتنا الدكتورة سناء أبو فارس، الدكتورة في الفقه وأصوله. حياك الله يا دكتورة. الله يحييك يا حبيبتي، بارك فيكم يا ربي، تقبل الله الطاعات منا ومنكم. صحيح الأعمال، وأنت بخير، وأنت بألف خير، وأمتنا بخير، وأقصانا بخير، ومرابطينا بخير. آمين يا دكتورة. يعني بداية تابعتي أكيد والكل يتابع ما يجري في والله بكيت الأقصى. بكيت ما قدرت أتمع لك نفسي. منا لم يبكي قلبه يعني قبل عيونه. مأساة ما يحدث، الاعتداء على النساء، على المصليات، على الشباب، على الشيوخ، يعني تقييدهم ثم اعتقالهم وضربهم بالهروات داخل المصلى، يدخل الجنود والمجندات يدنسون أقصانا، كل هذه المشاهد. يعني بداية نبدأ بحكم أصلا الاعتكاف، منع المعتكفين من الاعتكاف في المسجد سواء من الاحتلال أو حتى من الأوصياء والأوقاف. نعم طبعا لا شك بعد، بسم الله والصلاة على رسول الله، نسأل الله عز وجل أن ينصر أقصانا وأن ينصر هذه الأمة بطائفة لا تزال على الحق ظاهرة حتى يأتي وعد الله. الاعتكاف طبعا أكيد عبادة جليلة، رسول عليه الصلاة والسلام حرص عليها وحافظ عليها، وكان يشد مئزره ويوقظ أهله في العشر الأواخر، وكان يعتكف في غير العشر الأواخر. والاعتكاف هي عبادة فيها تجليات، خلوة مع الله سبحانه وتعالى. اعرف قلبك في ثلاث مواطن عند الخلوة، منها عند الخلوة، فهو يعني تعرف حالك أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى، تقف ترجو تستشعر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فهو استشعار جميل في مسجد في بيت، فما بالك في الأقصى. يعني إذا كان في بيتك ممكن تعتكف معتكف المرأة مثلا، بعضهم كما قال، وإن كان الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجد. فكيف إن كان في الأقصى الذي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد منها هو وهو قبلة المسلمين الأولى. فأنا عم بعيش شعور الكبار والصغار والمرأة والطفل، شعور الفرحة بالاعتكاف في المسجد الأقصى وبركات المسجد الأقصى. قضية الاحتلال هذا ليس ببعيد على العدو، هذا شيء طبيعي ولا يستنكر ولا يستغرب، بل إنه لو سكت هذا الذي يستغرب حقيقة. هو يسعى لإلغاء كل مظهر من مظاهر الإسلام وكل شعيرة من شعائر الإسلام ويحرص عليها، لكن بالمقابل سبحان الله أبارقة الأمل في ظل كل شيء معتم في جانب مشرق. فالجانب المشرق حرصهم على الاعتكاف رغم أنهم يعلمون أنه في خطة وفي مؤامرة وفي نية للاقتحام، ومع ذلك هذا لحاله أنا استوقفني أنه عارفين، ورغم ذلك عجل المسجد بالمصلين والمعتكفين، وهم يعلمون أنه في كل لحظة ممكن يتم الاعتداء. فالله الله في أجرهم. الله الله في إنسان بيعتكف في وضع طبيعي مأجور، فما بالك أن يعتكف في المسجد الأقصى وهو يعلم أن العدو يتربص وفي أي لحظة ممكن أنه ينقض، ومع ذلك وثابت. صحيح هو ثابت. هذا الجانب الحلو المشرق. الجانب المحزن أكيد
هذا العدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. رب العالمين قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هو وصل إلى مرحلة من الحقد والكره مبلغ لا يمكن أن يكون له خط أحمر، ما فيش عنده خطوط. صحيح. هو يعني يقتحم ولا يفكر إلا في تنفيذ هدفه وتحقيق بغيته. ونحن رد النار بالنار، نحن كذلك لنا هدف ولنا بغية. هو يقتل هذا أو يضرب ذاك، لكن والله أن هذا الضرب ليس إذلال. أنا أتحفظ على مصطلح إذلال. نعم. أبدا. لما يقهرك عدوك عزة. نعم. لما تقاوم عدوك بطولة وقوة وجرأة. أبدا ما بطلع حتى أني أقول أذله، لأنه من هو حتى يذل المؤمن؟ نعم. وأحقر وأهول شأنا من ذلك. جميل. إذن أنا في موقف قوة ولا يذلني، أنا في موقف عزة، أنني في مسجدي، في مسجد رب العالمين أجله وعظمه. فهذا لحاله بيعطيني عزة، ما بيعطيني ذلة. لكن الناحية العاطفية والإنسانية بتتحرك كثير. صحيح. يبكينا ما يحدث في المسجد الأقصى، يبكينا صوت المرأة اللي بتصرخ. صحيح. يبكينا بنفس اللحظة الذي يبكينا ما يحدث والتخاذل. نعم. العربي. نعم دكتورة. وأن يتآمر هؤلاء مع من يتآمر، يعني إحنا بنقول هذا عدو، طب والطرف الآخر. نعم. لماذا يفعل هذا؟ صحيح. وآخر شيء بحب أشير له أن المرأة لم تكن خائفة في هذا الموقف. صحيح. يعني ما تنحوا النساء وتقهقروا وتراجعوا في البيوت على الأقل مثلا، ذهبوا واعتكفوا، بل وعندما كانت هذه المواجهات كانت هي في مقدمة الصفوف تدافع عن الشباب. نعم. وعن الفتيات. نعم. يعني دكتورة بارك الله فيك، بالتأكيد هذا غير مستبعد أبدا عن العدو، كما تفضلتي أصلا يستنكر إن لم يفعل ذلك، لأنه هو المجرم المفسد في الأرض المحتل، ينكل بالشعب صباح مساء، هذا ديدن المحتل. لكن المستغرب والمستهجن مواقف الدول ومواقف الحكومات والأنظمة التي جعلت هذا العدو يعني يسير في غيه ويصعد من اعتداءاته على المعتكفين في المسجد، مثلا منع الاعتكاف. منع الاعتكاف في ظل أنه الصهاينة والمتطرفين يستعدون لإقامة طقوسهم في ذبح القرابين واقتحامات المسجد صباحا وساحات المسجد في عيد ما يسمى عيد الفصح. فبالتالي لماذا يمنع المصلون من أن يعتكفوا؟ لماذا يغلق؟ هل يجوز أن تغلق المساجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ وما أكثر من أن يمنع المصلون من التواجد في المسجد من خراب، يعني هذا هو الخراب. نعم. أنا أقول لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. هنا المحزن، يعني هنا المحزن حقيقة، أن تمنع من أبناء جلدتك من يدركون قيمة المسجد الأقصى ومعنى الصلاة فيه، ومن أظلمهم يقرؤونها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. من أظلم على وزن أفعل؟ لا، ليس هناك أظلم من هذا. نعم. إذن هو شرعا ظالم أن يمنع مساجد الله كالمسجد الأقصى أن يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. وسعى في خرابها. نعم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم. هو بخاف، عشان هيك بيصدر هيك قرار. لكن الذين يعتكفون شجعان. نعم. لا يخافون ولا يهابون. نعم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالحكم شرعا أن هذا قرار جائر غير صحيح، رغم المبررات اللي برروها. نعم. ورغم التحفظات التي قالوا نتحفظ على بعض الأمور لا نستطيع أن نقولها، كل هذا غير مبرر أبدا. لماذا كان من قبل في اعتكافات؟ صحيح. لماذا لم تمنع هذه الاعتكافات؟ لماذا تحرك كيف يشاء هو وليس كما أنت تشاء؟ لماذا يمنع هنا نسمح هنا نمنع؟ لماذا أنت تنقاد له؟ صحيح. إذا سمحت تقول سمحت، وإذا منعت تقول منعت. أليس لك وصاية؟ أليس لك قرار؟ أليس البعض يتحدث عبر وسائل الإعلام أن له وصاية؟ نعم. وعندما يقول البعض أن وصايتكم ألغيت، يقف ويقول لا الكلام غير صحيح. نعم. طالما أنك تقول الكلام غير صحيح فأثبت ذلك على أرض الواقع. صحيح. إذن أنت ليس لك وصاية وليس لك سلطة. نعم. لأنه هو الذي يتحكم بك ويقرر القرار، وما عليك إلا أن تنفذ. نعم. فأصبحت كحجار الشطرنج يحركك كيف تشاء. نعم. وهذا باطل يعني شرعا. نسمع كثيرا بالتوافقات وفي العقبة وفي شرم الشيخ، ونحن لا نريد أن نحول الحوار إلى حوار سياسي، لكن بالمقابل هذه التوافقات لماذا نحن نقوم بما علينا؟ بالمقابل العدو يقتحم
ويتعدى على المصلين وعلى المصليات ويقتل المقاومين في جنين وفي نابلس، فأين هي التوافقات؟ أين هي التوافقات؟ نعم. أين هي معاهدات السلام؟ نعم. سيحدثونك يا بني عن السلام، إياك أن تصغي إلى هذا الكلام، والله يهادنك لكي يحاربك. نعم. هدنه بيعمل، هو بيعرف مصلحته. صحيح. يسالمك كي يهاجمك، كي يحاربك. نعم. أنت بتعمل معاهدات وبتعمل تسويات وبتعمل لقاءات ومؤتمرات وهو مخططه هو صحيح. ولن يغير المخطط. نعم. مطلوب منك أنت تغير المخطط وفق مطامعه. نعم. ومخططاته. جميل. وبالتالي الذي حدث باطل كذلك، وإحنا كل المعاهدات نقول باطلة شرعا. نعم. وما يحدث من هذه الأمور باعتقاد أن تحقق مصلحة لا، هي لا تحقق مصلحة، وفي الشرع كل أمر يؤدي إلى مفسدة فهو مفسدة. نعم. وبالتالي لا يجوز لك أن تتآمر على وطن، تتآمر على شعب ومقدراته. نعم. هذه متآمرات، وإن بدت في ظاهرها أنها فيها المصلحة، المصلحة لمن؟ بالآخر هي مصلحة للعدو ومفسدة للأمة الإسلامية. نعم. العربية. صحيح. وهذا منهي عنه شرعا. دكتورة، يعني دورنا، الكل يسأل ما هو دورنا نحن كأسر وعائلات، سيدات، رجال، ونحن نتابع ما يجري، ونحن في شهر الصيام والقيام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، شو دورنا؟ شو نعمل؟ هل نحن لا نملك أي وسيلة نقدم مساعدة ندعو لهم؟ دورنا، دورنا كبير كثير. أنا بس هيك الآن قبل ما أحضر عندكم هيك مريت على محل شغل معينة، فالشاب حاطط أغاني. نعم. قلت له يا ابني ما يحدث في الأقصى من انتهاكات، وحاطط أغنية يا ابني ورمضان على طول. أنا أثمن شاب في ريع. نعم. شبابه. قال لي أنا أعتذر، يعني أنا والله من الصباح وأنا أضع أناشيد إسلامي وقرآن، فهذا هيك يعني. نعم. مرور عابر ومباشرة غير وحط أدية. الله يجزيه الخير. فهذا مع بعرف سبحان الله لما حكيت هيك. نعم. خطرت أنا أتكلم عنها. نحن بنقدر نعمل أدوار كثيرة، نحن الشعب، نحن أرض الحشد والرباط. أرض الحشد والرباط، شو أكثر منك؟ شرف عظيم لنا أننا في بلاد الشام وأننا في الأردن تحديدا. الحمد لله. نحن المدافعون معنويا وماديا، وسمي ما شئتي، ولذلك لنا دور كبير. التوعية، هذا البرنامج وهذا الحديث من ضمن هذا الكلام. نعم. التوعية، في ناس في غفلة. نعم. أنا أقول لك في ناس في غفلة، في ناس شغلتهم دنياهم. صحيح. في ناس الآن حتى من الصائمين لا يشغلهم إلا ماذا سيأكلون على ما. نعم. يتناولون. نعم. على مائدة الإفطار، ومن سيذهب إلى الأسواق ليشتري ملابس العيد. نعم. ومن 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 وما يقدم في التلفزيونات والفضائيات، مسلسلات مسلسلات وبرامج، وهذه مقصودة لبعدنا، إبعادنا عن الهدف. نعم. وإبعادنا. صحيح. عن أن نكون أصحاب رسالة وأن نؤدي دورنا المطلوب، ويريد أن يشغلنا، يريد أن يلهينا، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره على أيدينا. صحيح. وبالتالي دورنا كبير، المحتوى اللي نقدمه، الدعاء، المال، كل ما يمكن من دعم، ولن نعذر أمام الله سبحانه وتعالى في أي تقصير، كل واحد حسب جهده. جهدك الدعاء ادعي، إذا قصرت في الدعاء آثمة. نعم. جهدك في تقديم المال فبخلتي آثمة. جهدك في أن تعلني في دورة أو في محاضرة أو في برنامج في الإعلام، فإن لم تفعلي فأنت آثمة. نعم. وهذا واجب الوقت. كيف يتعرض الأقصى لما يتعرض له وما زلنا بنفس حياتنا الطبيعية الروتينية؟ نعم. نقوم براحتنا ونطلع على المسلسل المحبب إلنا. صحيح. والله هذا يدل على موت المشاعر. نعم. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت الإلام. نعم. فنريد أن نكون أحياء حقيقة، وأحياء بإيش؟ بالفهم، بالعلم. جميل. بإدراك هذه المعاني. وربنا قال أو من كان ميتا فأحييناه. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا أنت ما كنت النور من سيكون؟ نعم. هذا سؤال نطرحه على أنفسنا. دكتورة الله يجزيك الخير، يعني أنا أقول أن ما يحيينا صمودهم وثباتهم ورباطهم. صحيح. وما. صحيح. يقدمون. صحيح. كل ذلك هو الذي يحيينا. كلما يعني أبعدتنا الله جهد الدنيا. والله يعني كل ما بعدتنا الدنيا يحدث حدث هناك فتجدينا ننهض من جديد. صحيح. دكتورة، إضافة لما تفضلتي في دورنا، هناك فعاليات تقام لاستنكار وشجب ما يدور، وأستغرب جدا عندما أشاهد على وسائل التواصل مثلا كلمة لشخص يستنكر فيها في فعالية خرجت، فعالية فجر هذا اليوم فور سماع الأردنيون لما يجري هناك خرجوا باتجاه السفارة الإسرائيلية، فكانت هناك كلمة للنائب ينال فرحات، فأجد في التعليقات من يقول كل كلام في كلام، شو فطورنا اليوم تخيلي، شو بيجينا من كلامكم كله طق حنك، ما بعرف يعني.
الذي يقدم ويتحدث ويخرج هذا يلام، وأنت الذي جالس في البيت تلومه وتقول أن هذا مجرد كلام، فماذا نفعل إذن؟ أنا بدي أكون إيجابية وبدي أقول هدول مغرضين. نعم. بدي أحكي إنه الشعب الأردني رائع في همته، في تفكيره، في استعداده، في جرأته، في شجاعته. نعم. في اهتماماته. صحيح. أنا أقول هذا بثقة وليس مجاملة، لأن نحن جزء من هذا الشعب. دعاء صاحبة رسالة، سناء صاحبة رسالة، نحن أصحاب رسالة. نعم. نراهم في كل مكان. هؤلاء مغرضون يقصدون هذا، وضع العصي في الدواليب. صحيح. لإرجاف تثبيط. نعم. فالشعب الأردني براء منهم، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم. وإذا كان أي حدا، هذا كل واحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي واحد بيفكر بهذا التفكير يتقي الله. نعم. ويراجع نفسه، لأنه والله لا من العقيدة ولا من الأخلاق ولا من الانتماء ولا من الإسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم بشكل عام. نعم. فما بالك عندما يكون متعلق بالموضوع بالمسجد الأقصى. صحيح. والمرابطين في المسجد الأقصى. فنوجه رسالة، نحن الآن الله سبحانه وتعالى على رسالة لنا أن هذا حدث في رمضان، حتى نعلم أن العبادة ليس فقط امتناع عن المفطرات، وإنما امتناع عن كل خلق سيء وكل فكر رذيل وكل قيمة هابطة. نعم. لنعلو عن هذه الحاجات إلى صلة مع الله سبحانه وتعالى، وصلة مع أحداث الأمة اللي هي بالآخر بترفعك وبتعزك وبتعزني، وهو هناك والله بيحقق لك العزة وانت في بيتك. صحيح. وأعلم أن بهؤلاء الله سبحانه وتعالى سينصر هذه الأمة. نعم. وسيمكن لها. أكيد دكتورة. وهم يرقبون رد فعل الشارع الأردني بشكل خاص. أول ما استغاثوا بالأردن وبوزارة. صحيح. الأوقاف وبالأردنيين، وعيونهم على ما يجري في الشارع الأردني، فكل تحرك كل فعل أكيد يعني يزيد من ثباتهم. دكتور، هل نحن مأجورون مثلا على بكائنا، على تعاطفنا، على حديثنا؟ يعني الناس أكيد لما بتشعر أنه في أجر في هذا الفعل يعني ستكثر أكيد من أكيد. ردود أفعالها باتجاه ما يجري. أكيد. في الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين كما جاء في الحديث لا يعذبها الله، كما لا يمكن ويستحيل أن يعود اللبن في ضرع الشعر. تخيلي تحلي بها، كيف بدك ترجع الحليب؟ لا مستحيل. يمكن. لا يمكن لهذه العين أن تعذب. وذلك العين اللي بكت بكى القلب. نعم. والعين ترجمت، لأنه كما قال: الذكر ذكر القلب واللسان ترجمان. اللي دمعت عينه ترجم، هذه ترجمة القلب. نعم. لما قلبها حزن عينها عبرت، فهذا القلب تقي نقي يحبه الله سبحانه وتعالى. جميل. فهي مأجورة على بكائها ودعائها ووقفتها وخروجها لاعتصام ولمسيرة ولمظاهرة، خروج الجميع. هذا نوع من أنواع التعبير الذي نستطيع، والله. نعم. سبحانه وتعالى يعذرنا بما نستطيع ويؤاخذنا بأننا نستطيع ثم نقول لا نستطيع. نعم. لكن صح. بالآخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث: ما صيغ التعجب عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لن يمل الأقصى ولن يمل المرابطون طالما نحن لا نمل. نعم. طالما نقدم الجهد الذي نستطيع. عندها يعني تتحقق الصورة الجميلة اللي كانوا يقولوها: نحن يمكن ما بدنا منكم دعم مادي بقدر ما بدنا منكم دعم معنوي، نشعر انكم معانا قلبا وقالبا، ونحن شعب واحد، ونحن جزء من بعضنا البعض، ودمك بيجري فيي وانا دمي بيجري فيك، ألمي ألمك وأملي أملك. نعم. بحب احكي هاي الأبيات: أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي، أخي انت راء لعيني الصباح تبينت نورك في المطلع، أخي إن بسمت فعن نبسمي وإن أنت نحتفى من أدمعي. نعم. هيك إحنا رابطتنا. جميل. بارك الله فيك يا دكتورة. لكن يعني أنا حابة كل الحوار يكون حول هذا الموضوع. بقي معنا دقيقة واحدة. فتوى وصلتنا بسؤال، ويعني من باب الأمانة أنه نجاوب عليها. في صلاة التراويح أحيانا الإمام لا يوضح للمصلين هل سيصلي الشفع والوتر ركعتين ثم ركعة أم ثلاث ركعات مجتمعة. أحيانا تختلف نيتي مع الإمام، خصوصا عند الصلاة في مساجد غير المسجد اللي بصلي فيه دائما، فما حكم ذلك سريعا؟ يعني هو لا، في أكثر من كيفية للوتر. هو الآن مأموم، النية المطلوبة نية الإمام تجزى. نعم. عن نية المأموم فيصلي خلفه. إذا كان يرغب في أن يكمل صلاة، يعني يريد أن يصلي أكثر من 8 ركعات، والإمام ما جاء بركعتين ركعة إنما 3 متصلات ببعضهم البعض، فإما أن يصلي مع الإمام وينصرف إلى بيته ويصلي ما شاء الله له أن يصلي دون أن يوتر. نعم. لأنه لا وتران في ليلة، أو يأتي بركعة رابعة وقد جاء
صحة ذلك في القيام. الأصل متنى متنى لكن تصح في صورة أن تصلى أربعا ثم يكمل في بيته. إذن النية الصلاة. نية الإمام. نعم نية الإمام وليس عليه حرج إن لم ينوي نية أخرى. نعم والتطوع في ساعة أكيد يعني. شكرا جزيلا لك الدكتورة سناء. أنا أشكركم وحولت الحوار حقيقة يعني. نعم أكيد لا نستطيع أبدا أن نذهب باتجاه أي موضوع وما يجري على الساحة في المسجد بارك الأقصى. بارك الله فيكم وفي جهودكم وفيكم دكتورة. بارك الله فيك. شكرا جزيلا وتقبل الله الطاعات. إذن مشاهدينا كل الشكر للدكتورة سناء أبو فارس دكتورة الفقه وأصوله، وكانت ضيفتنا في حوار كان حول ما يدور وما يجري في المسجد الأقصى. وسننتقل الآن إلى فقرتنا المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد السحب على سؤال برنامج نورتي يا رمضان. فاصل قصير وسنعود إليكم، خليكم معنا.